مطالبة بتأجيل دفعات القروض الطلابية الـ student loans. 35 مليون استرداد ضريبي ينتظرون. واشنطن قلقة من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. العملات المشفرة في خطر. حصيلة انهيار مبنى ميامي ترتفع إلى 90 قتيل والبحث متواصل. وبعد أشهر من التطويق بدء إزالة الحواجز حول الكونغرس الأمريكي ومبنى الكابيتول. كل هذه المعلومات وغيرها والأخبار بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج شو في ما فيه. معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار. تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار. معكم حسين هشم وحلقة جديدة من برنامج شو في ما فيه، نستعرض من خلالها آخر المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي والعالمي، ونبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية وما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. لليوم الثالث على التوالي تسجل الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب أو ما يتخطى 20,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي هيدا رقم لم تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر مايو الماضي، يعني من شهر 5 ما وصلنا لهيدي الأرقام بالولايات المتحدة الأمريكية. أكيد هيدا الانتكاسي فيما يتعلق بالوباء والإصابات بفيروس كورونا، سببها هو متحور دلتا اللي هو حاليا الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية من هيدا المتحور أكثر من 51% 55% صارت. وعم بيقول المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا المتحور ينتشر بشكل سريع جدا وينتشر على شكل واسع بالأراضي الأمريكية، وخاصة في المناطق التي تشهد معدلات تطعيم منخفضة جدا. وعم تقول مديرة المركز السيطرة على الأمراض والأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حوالي 93% من الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة حدثت في مقاطعات تقل معدلات التطعيم فيها عن نسبة 40%. وأضافت أنه البيانات الأولية من الأشهر الأخيرة تشير أنه 99.5% من الوفيات من كورونا حدثت في أشخاص غير محصنين. وما تعني بغير محصنين أنه ليس لم يأخذوا إلى حد الآن لقاحات مضادة لفيروس كورونا. أكيد في معرض، يعني في معرض هذا الموضوع وفي نفس السياق كان في مؤتمر للجي 20، وكان هناك حديث لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين نهار الأحد للتحدث عن الاقتصاد العالمي وانتعاش الاقتصاد العالمي الذي حصل مؤخرا أكيد من بداية هذا الصيف. وكانت عم بتقول خلال تصريحات أدلت بها اليوم نهار الأحد في إيطاليا بأنها قلقة جدا من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي. وعم بتقول خلال مؤتمر صحفي أجرته على هامش قمة مؤتمر العشرين بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا وأيضا المتحورات الأخرى التي تظهر وتهدد الانتعاش الاقتصادي. وعم بتقول أنه نحن بظل اقتصاد عالمي مرتبط ببعضه البعض، فما يحصل في جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى، وبالتالي تم الاتفاق ما بين الدول العشرين فيما بينهم على تطوير العلاقات فيما بينهم، بما يؤدي إلى يعني التعاون ومحاولة أكيد السيطرة على ما يحصل، وأيضا يعني مشاركة اللقاحات وتوزيع اللقاحات لكل دول العالم. وأكيد أحست يعني وزيرة الخزانة الأمريكية المشاركين بالقمة على معالجة الثغرات المرتبطة بجائحة كورونا، وعم بتقول أنه يجب تحسين خطط المواجهة لهذه الأزمات بما لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي الحاصل حاليا، ويعني بيخفف من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. فصيف يعني إلى حد الآن جيد إلى حد ما، هناك تخوف من فصل الخريف وفصل الشتاء، فبتلاقيهم بكل الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في معركة مع الوقت في محاولة أنه إعطاء اللقاح وإعطاء التطعيم لأكبر عدد ممكن من الشعب قبل ما نوصل لمدارس وهيك.
كان في هناك تصريح وإعاز من وإرشادات من مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة فيما يتعلق بعودة الطلاب إلى المدارس. إن شاء الله بنحكي عنه بالتفصيل بالحلقة المقبلة، أنا المفروض كنت أحكي عنه اليوم، بس الإعاز الذي حصل الإرشادات إنه كل الطلاب والمعلمين والستاف واللي بيشتغلوا بالمدارس اللي أخذوا اللقاح بإمكانهم إنه يرجعوا للمدارس بشكل مباشر ومن دون التباعد الاجتماعي ومن دون لبس الكمامات. فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يأخذوا اللقاح عليهم لبس الكمامات خلال وجودهم داخل الفصل الدراسي، أكيد نحكي عن هذا الموضوع بالتحديد بشكل مفصل إن شاء الله بالحلقة المقبلة. هناك معضلة لبعض المدارس فيما يتعلق ب عم بيحاولوا إنه يخلوا أتليست على الأقل مسافة 3 فيت ما بين الطالب والطالب. بعض المدارس عم بتقول نحن ما عندنا السعة لحتى نخلي هالقد ديستانس أو مسافة ما بين الطلاب. هناك محاولة لمعالجة هذا الموضوع، بس بشكل عام الإرشادات العامة أنت أخذ طعم كطالب أو كأستاذ أو كمعلمة أو كموظف، مش مطلوب تلبس كمامة. أنت منك أو أنت منك أخذ الطعم، مطلوب منكم تلبسوا كمامة طول النهار طول ما أنتم موجودين في مبنى المدرسة. ننتقل إلى خبر آخر متعلق بانهيار المبنى في ميامي. بعدنا عم نتابع هذا الموضوع منذ أسبوعين تقريبا حصول هذا الموضوع وانهيار مبنى شابلن تاور ساوس. هو المكون من 12 طابق والمطل على الواجهة البحرية جزئيا بميامي. إلى حد الآن لا يزال يعني هناك الكثير من الغموض فيما يتعلق بأسباب انهيار أجزاء يعني من هذا المبنى. كما ذكرنا نحن في الحلقة الماضية تم نهار منذ بضع أيام أكيد يعني هدم القسم المتبقي من المبنى للسماح لفرق الإنقاذ بالعمل في نقاط كان يتعذر عليهم سابقا أنه يوصلوا له. امبارح كان عم بيتم الإعلان عن تقريبا ما يقارب بحدود 70 قتيل، اليوم الرقم وصل تقريبا 90، يعني بحدود يوم واحد قدروا انه يلاقوا تقريبا 10 او 15 شخص اخر موجودين كانوا تحت الركام. فبشكل عام وصل للاسف الشديد عدد الاشخاص الذين تم العثور على الجثث ل 90 شخص الى حد الان. تقريبا عم بيقولوا 71% من هؤلاء الأشخاص تم التعرف عليهم وتم إبلاغ عوائلهم، 71 شخص، ومازال 31 شخص في عداد المفقودين. ف 71 شخص تعرفوا عليهم بخبروا أهليهم، في 19 شخص لم يتم التعرف عليهم لحد الآن، يتم إجراء فحوصات الحمض النووي DNA للتعرف عليهم. أكيد عم بيقولوا إنه العمدة تبع المدينة عم بتقول عم بياخد البحث وقت طويل، لأنه تقريبا عم بيتعاملوا إلى حد الآن تم إزالة ما يقارب 14 مليون باوند من الردم. 14 مليون باوند من الردم تم إزالتهم، وعم بيقولوا هني مش بس عم بيدوروا على جثث، عم بيحاولوا خلال عملية البحث والإنقاذ إنه حتى لو في ذكريات لهؤلاء الأشخاص ومحتويات شخصية إنه يحاولوا يحموها ويشيلوها لحتى انه اذا ما قدرنا نحافظ على الروح اتليست نخلي هيدي الذكريات وهيدي المقتنيات الشخصية لهؤلاء العيال لحتى نعطيهم لعيالهم. فهيدي اخر المستجدات فيما يتعلق بالمبنى الذي انهار في ميامي. ننتقل الى خبر اخر يتعلق بمبنى الكابيتال وحوالين الكونغرس الامريكي. كما تعلمون منذ ما يقارب يعني اكثر من 6 اشهر منذ 6 يناير وحدوث الأحداث التي حصلت في محيط يعني مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن، أكيد كما تعلمون فيما يتعلق بما حصل في محيط الكونغرس الأمريكي منذ أحداث 6 يناير. أكيد كان هناك عدة أحداث أمنية حصلت وأحداث شغب وعنف بسبب هذا الموضوع واقتحام الكونغرس الأمريكي أنذاك. تم اتخاذ بعض الإجراءات، من هذه الإجراءات كان حضور الحرس الوطني بأعداد كبير جدا جدا جدا، وبالإضافة إلى سياج أمني
يعني حوالين المبنى الكونغرس في جيش أمني أول مرة كنا عم نشوفه في الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث. كان هناك مطالبة كتير كبيرة بإزالة هذا السياج الأمني. كان هناك يعني اختلاف في الرأي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. الديمقراطيين يعتبرون أن هناك لا يزال مخاوف أمنية جدية وبالتالي يجب إبقاء هذا السياج الأمني. بالنسبة للجمهوريين يعتبرون أن الديمقراطيون يستعملون هذا الأمر سياسيا وخاصة للانتخابات وبالتالي عم بيطالبوا كانوا بإزالة هذا السياج. هناك أيضا محادثات تجري في الكونغرس الأمريكي ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ والديمقراطيين والجمهوريين في محاولة التوصل إلى اتفاقية حول حزمة تمويل موسعة لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول. لم يتم الوصول إلى اتفاق إلى حد الآن حول هذا الموضوع ولكن يتم العمل عليه بشكل جدي. قطعوا شوطا كبيرا بس إلى حد الآن ما في اتفاق ما بين الجمهوريين والديمقراطيين حول موضوع تمويل الأمن وخاصة في الكابيتول وفي محيط مبنى الكونغرس الأمريكي. أكيد إزالة العوائق أو الحواجز هذا لا يعني أنه إنهاء حالة الطوارئ أو حالة الأمن اللي موجودة كانت بالكابيتول. بالعكس تم تشديد القواعد الأمنية في مبنى الكابيتول حتى الكابيتول إلى حد الآن it's not open to the public, مش مفتوحة لعامة الشعب لحتى يفوتوا عليها كما كان الموضوع عليه من قبل. تم إلى حد الآن توجيه اتهامات والقبض على أكثر من 530 شخص الذين السلطات الأمنية تتهمهم بإثارة يعني العنف في أحداث 6 يناير. حتى يعني موضوع إزالة هذه الحواجز سوف يستغرق يعني إلى نهاية الأسبوع ما بين 3 أيام و5 أيام لإزالة هذه الحواجز. وعم بيقولوا رح تضليها موجودة بمكان ما إذا اضطروا أنه يرجعوا يستعملوها دغري بشكل سريع جدا رح يتم استعمالها. حتى عم يتحدثوا عن عملية استخباراتية لحماية المشرعين اللي هن أعضاء في الكونغرس الأمريكي في خلال وجودهم في الكابيتول وأيضا حين وجودهم في مدنهم هن كمان. فتغيرت أمور كثيرة فيما يتعلق بالأمور الأمنية في الكابيتول وفيما يتعلق بأعضاء الكونغرس وخاصة بعد أحداث 6 يناير. وما زالت شرطة الكابيتول تعمل على تعزيز الأمنيات في محاولة لتلافي حصول ما حصل نهار 6 يناير. ننتقل إلى موضوع آخر وهو يتعلق بالعملات المشفرة يعني الكريبتو كرنسي بيتكوين يوسيريوم دوجكوين دي باتكونية. شو ما في عملات مشفرة يعني كنا عم نشوف فيما يتعلق بالعملات المشفرة كان السعر تبعهم عم بيطلع بشكل كبير جدا ليوصل تقريبا بشهر 4 بشهر ابريل تقريبا وصل سعر البيتكوين لل 65,000 وسعر اليوسيريوم اللي هو بيعتبر تاني اقوى عملة مشفرة كان وصل بعتقد انا لحدود ال 4,000 وشي. بشكل سريع بعد ابريل بلش ينهار سعرهم ليوصل هلأ سعر البيتكوين لحدود 32,000 وسعر اليوسيريوم لحدود يعني بينزل لل 1900 بيطلع لل 2000 2200 2300 بس ما عم بيطلع فوق ال 3000 سعر اليوسيريوم. هناك عدة أسباب عم بتأدي لهيدا الموضوع. أكبر سبب في سببين كبار إذا أنا بدي أعلل هيدا الموضوع يعني شو أسباب انهيار أسعار البيتكوين وليش العملات المشفرة في خطر. في أكثر من سبب لهيدا الموضوع بس إذا بدنا نحكي عن سببين رئيسيين السبب الأول هو الصين والسبب الثاني هي الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية كون العلة الأكبر هلأ حاليا هي الصين مش أمريكا. فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أمريكا كتير مركزة على باينانس اللي هو موقع من خلاله فيكن تشتروا عملات مشفرة وخاصة البي ان بي وعملات تانية كمان فيكن تشتروها من هونيك. أمريكا عم بتلاحق الباينانس بالإضافة أكيد للدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك عملية تشديد كبير على منصة باينانس وبالتالي هيدي أثرت كمان على أسعار العملات المشفرة. بس اللي أثر أكثر على العملات المشفرة هو اللي قامت فيه الصين من مثل ما بتعرفوا في شيء اسمه ماينرز كيف في بالحديد وبالمعادن ماينرز بيروحوا بيعملوا تنجيم. كمان بالعملات المشفرة في معامل تنجيم يعني مناجم
مش تنجيم تبع الابراج وهيك، في مناجم، عمال مناجم او مناجم لا حتى يعملوا عملات مشفره مثل البيتكوين ومثل اليوثيريوم. فالصين اجت وعملت حمله اغلاق كبيره جدا وطرد للعمال المناجم للبيتكوين والعملات المشفره اللي بيشتغلوا بالصين، مما ادى الى انخفاض معدل تجهيزه البيتكوين. معدل تجزئة البيتكوين اللي هو بيعتبر مقياس لمقدار قوة الحوسبة أو الحاسوب اللي بيتم توجيهها إلى شبكة البيتكوين لأدنى مستوى لها منذ 13 شهر خلال هودي الأسبوعين، أدنى مستوى خلال 13 شهر. وأيضا اليوثيريوم كمان يعني تعرض لحظر التعدين المشفر في الصين، وكمان انخفض معدل تجهيز الشبكة بنسبة 20% من شهر مايو. فالصين اجت وسكرت هودي المناجم، فصار في مثل شاك، صار في مثل صدمة في سوق العملات المشفرة. ومش دغري تستوعب السوق هيدا الموضوع، لأنه يعني اضطروا أن يبحثوا عن أماكن أخرى لإنشاء تلك المناجم، لإنشاء تلك المناجم. هلأ تقوم شركة وينستون في اتجاه انه تجي هيدي المناجم على الولايات المتحدة الامريكية، وخاصة على ولاية تكساس، كون ولاية تكساس رحبت بهذا الموضوع واعتبرت بالنسبة للاشخاص الذين يعملون في موضوع العملات المشفرة بعاصمة العملة الرقمية المشفرة. فعم تجي شركة وينستون بتوسيع كبير لمنشآتها بهدف مضاعفة قدرتها الانتاجية للعملات المشفرة. بس كمان هيدا الموضوع لحتى تعملوا عمليات مشفرة بتكون انتو طاقة، يعني بتكون كهرباء، بتكون طاقة لحتى تصير في عملية انتاج لهيدا الموضوع. هني كانوا موجودين بالصين لسبب ما، لانه بالصين وخاصة في المنطقة اللي كانوا موجودة فيها كان في مصادر طاقة كهرومائية، وبالتالي اسعار رخيصة يعني للقيام بهذا الموضوع. هلأ لما بتجي على امريكا، الطاقة بأمريكا مناش رخيصة، فهل هذا سوف يؤثر أكثر على العملية يعني هذا الموضوع العملات المشفرة؟ لحتى نعطيكم فكرة، منجم لعملات مشفرة يتطلب بحدود 750 ميجا وات من الطاقة. هيدي الطاقة بتكفي ل 150 ألف بيت بتكساس خلال ذروة الطلب. فيعني هل يعني شوفوا قديش بتستهلك طاقة يعني مناجم العملات المشفرة، كمية طاقة يعني هائلة من الطاقة. بتعرفوا انتوا لما بتعملوا الكريدت كارد بطاقة الائتمان، لما بتعملوا سوايب بالكريدت كارد قديش بتاخد طاقة؟ بتاخد 0.0006 كيلو وات بالساعة، ولا شيء، يعني ما بتصرفش طاقة بالمرة. بينما تستهلك معاملة بيتكوين 980 كيلو وات بالساعة. لحتى تعملوا معاملة بيتكوين بتكون 980 كيلو وات بالساعة، يعني هيدي ال 980 كيلو وات بالساعة بتكفي لتزويد منزل بيت كندي بالطاقة لأكثر من 3 أسابيع، لأكثر من 3 أسابيع. فموضوع العملات المشفرة إخواننا، إذا بدي أحكي عنه، عندنا أكثر من مشكلة فيه لهذا الموضوع. عندنا مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا مشكلة الصين، عندنا مشكلة مناجم للقيام بتجزئة هيدي العملات، وعندنا مشكلة بالدول الكبرى، الدول الكبرى التي تنظر إلى العملات المشفرة على أنه هي سبيل لهيدي الدول اللي عليها عقوبات، مثل روسيا، مثل بلدان تانية اللي هي عم تستخدم العملات المشفرة كسبيل يعني الالتفاف حول العقوبات. ففي أسباب سياسية، في أسباب اقتصادية، في أسباب يعني مالية بما يتعلق بالطاقة وقديش بتصرف طاقة لحتى تعملوا هيدا الموضوع. فبعض الخبراء الاقتصاديين عم بيقولوا إذا انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 30,000 من المحتمل كتير كبير إنه يؤدي إلى موجة من التصفية، يعني كتير رح يصير عمليات بيع واسعة النطاق. ولما بيتأثر سعر البيتكوين إخواننا، مش بس بيأثر على البيتكوين، بيأثر على سعر العملات المشفرة الأخرى. فهيدا فيما يتعلق بموضوع العملات المشفرة. ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالقروض الطلابية، الـ student loans.
بيقولوا يعني مثل الواحد بيكون عنده هدف ما بعدين ما في حقق هدف ما بيحاول يوصف لهد بيوصل لهدف أقل. كان هناك مطالبة كتير كبيرة بأنه إعفاء القروض الطلابية، إلى حد الآن لم تستجيب يعني الإدارة الحالية إلى هذا الموضوع بحجة أنه نحن بعدنا منتظرين الميمو أو يعني التقرير الذي طلب من وزارة العدل ووزارة التعليم بما يتعلق به شرعية هذا الموضوع وبقدرة البيت الأبيض على الإعفاء في هذا الموضوع. طيب لحد هلأ ما في قرار بما يتعلق بإلغاء القروض الطلابية. إجا حاليا مجموعة من الطلاب بمساعدة سيناتور إليزابيث وورن، حتى بمساعدة أشخاص يعني مسؤولين كبار في وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، يسعون حاليا لإقناع إدارة الرئيس بايدن بتمديد الوقف على الدفعات اللي هو رح ينتهي بسبتمبر 30 2021، ب30 سبتمبر 2021. في مثل ما بتعرفوا انتو في student loan relief، يعني في وقف على الدفعات الخاصة بالقروض الطلابية ينتهي ب30 سبتمبر 2021. شو بيعني هيدا student loan relief اخواننا؟ بيعني انه الطلاب اللي عليهم federal student loan مش مطلوب منهم يدفعوا الدفعات، صفر فايدة يعني صفر انترست على student loans، وحتى القروض الطلابية اللي عليها ديون وعليها استحقاق وهني in debts ما بيعملون garnishment of wages، يعني ما بيقتطعوا جزء من الأجار تبعهم لدفعات student loan. هيدا هو student loan relief اللي هو رح ينتهي ب30 سبتمبر. هناك مطالبة من هؤلاء الأشخاص اللي أنا ذكرتهم هيدي المجموعة لحتى منرجعش نعيد أسمائهم، بتمديد الوقف على دفعات القروض الطلابية. وفي أكثر من طلب، في منهم عم بيطالبوا أنه يمددوا هذا الوقف ل 31 مارس 2022، في منهم عم بيقولوا لا لازم نكمل إيقاف الدفعات على القروض الطلابية إلى حين انتهاء أزمة كورونا. وفي بعض الأشخاص عم بيقولوا يا خي قد ما بدك مده، بس مهم مده، نكمله شهر ولا نكمله لآخر السنة، مهم مده لهيدا student loan relief. وعم بيقولوا هناك أكثر من سبب. أول سبب إنه أول شيء أزمة كورونا لم تنتهي بعد، تاني شيء الملايين من الطلاب لا يزال يعانون اقتصاديا ومش بقدرتهم إنه يدفعوا student loan. وعم بيقول ما يقارب 90% من هؤلاء الطلاب مش قادرين يبلشوا يدفعوا الدفعات. عم بيقولوا ايضا الاقتصاد لم يتعافى نتيجة ازمة كورونا. عم بيقولوا اذا بترجعوا بتمشوا الدفعات الطلابية، الفئة التي سوف تتأثر بهذا الموضوع رح يكون في عدم عدالة بهذا الموضوع، لانه الفئات الاكثر التي سوف تتأثر هي الفئات الـ colored people، يعني فاهمين كيف. وايضا عم بيقولوا هيدي الحجج تبعهم اللي عم بيقدموها للإدارة الحالية في محاولة لإقناع الإدارة الحالية ب تمديد هذا الموضوع، بأنه إذا بنرجع منفعل عملية أنه الطلاب لازم يدفعوا القروض الطلابية، ساعتها هؤلاء الطلاب بدهم يضطروا يدفعوا، وبالتالي مش رح يقدروا يصرفوا مصاري. وإذا الطلاب ما عم يصرفوا مصاري وهم يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي مش رح يقدروا يشتروا، وإذا ما في قدرة شرائية معناته شو بيصير؟ معناته الاقتصاد بيرجع بينكمش، تمام؟ هيدي الحجج تبعهم اللي هي عم بتصير. ما في جارانتي انه الرئيس رح يوافق معهم انه يمدد هذا الموضوع. هناك مطالبة وليس هناك اي يعني موافقة من الرئيس او ادارة الرئيس حاليا على تمديد وقف الدفعات على القروض الطلابية. اذا ما صار في موافقة رح يوصلكم رسالة من وزارة التعليم تخبركم بانه بدكم بلشوا دفعات للقروض الطلابية ابتداء من أكتوبر 1 2021. بشكل عام هناك برامج أخرى سوف تنتهي، وعم بيقولوا يعني هالمرة رح تكون تنتهي مش رح يمددوها. منها الـ unemployment، البطالة اللي هي رح تنتهي ب 6 سبتمبر، وأيضا الـ eviction moratorium اللي هو وقف على الإخلاء الذي سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر ب 31 يوليو 2021، وليس هناك نية لدى الإدارة الحالية بتمديد هودي البرنامجين. فأكيد رح نضلينا نحن نتابع موضوع الستودنت لون، وإذا حصل أي تطور فيما يتعلق بهذا الموضوع مثل ما موعودينكم رح نجيب لكم هذا الموضوع والأخبار أولا.
طيب ننتقل الى موضوع اخر يتعلق بالاسترداد الضريبي. فيما يتعلق بالاسترداد الضريبي اخواننا، هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. يعني انا كنت مستغرب انه بعض الاشخاص بعدهم لحد هلا عم ببعثوا لي مسجات انه انا ما وصلني ستيمولس وما وصلني الاسترداد الضريبي وما وصلني كذا وما وصلني كذا. استغربت انه معقول هالقد عم بيصير، انه صرنا نحن بشهر 7 وهيدا الاسبوع رح يبلشوا الاي ار اس مصلحه الضرائب يبعثوا الاموال الخاصه بالاطفال التشايلد تاكس كريدت. انه معقول بدهم يبلشوا بشيء وبعد لحد هلا مش مخلصين شيء؟ فكنت عم ببحث عن هذا الموضوع وتبين لي انه صراحه بعد في 35 مليون استرداد ضريبي الاي ار اس لحد هلا عم بعد مش مدين ايدهم عليهم. 35 مليون استرداد ضريبي، كيف مقسمين هودي ال 35 مليون استرداد ضريبي؟ في 16.8 مليون استرداد ضريبي ورقي paper returns. بتعرفوا انتو في paper return، في electronic return. فهودي من اصل ال 35 مليون في 16.8 مليون استرداد ضريبي ورقي paper return، هودي بعد ما مدوش ايدهم عليهم اصلا. في 15.8 استرداد ضريبي، 15.8 مليون استرداد ضريبي حسب الـ IRS بدهم extra attention، بدهم يرجعوا يدققوا فيهم أكتر. وفي 2.7 مليون استرداد ضريبة بدهم amendments، يعني بدهم تعديلات ينتظرون هذا الموضوع. فزيدون لهيدا الأرقام بتوصل المفروض للـ 35 مليون. هلأ الـ IRS عم بتقول كان عندهم هني باكلوج، يعني كان عندهم استردادات ضريبه من العام الضريبي لسنه 2019 كان بعدهم عم يشتغلوا العيون، وكانوا كمان عم يشتغلوا على الاسترداد الضريبي تبع 2020، وبالتالي صاروا مخلصين 136 مليون استرداد ضريبي ما بين 2019 وال 2020. لل 2020 صاروا مخلصين 96 مليون استرداد ضريبي بقيمه 270 مليار دولار، تمام لهيدي السنة. فبعد عندهم هيدي الأرقام اللي عم بيحاولوا إنه هن يعني عالجوها، إن هن 35 مليون طلب. عم بيقولوا الـ IRS لديهم أكثر من مشكلة هن عم بيواجهوها في هذا الموضوع. أول شيء المان باور، يعني عدد العاملين بمؤسسة مصلحة الضرائب عندهم نقص 4400 وظيفة شاغرة، بدهم 4400 موظف. في 4400 وظيفة شاغرة ما عم بيلاقوا لهم موظفين، يعني او ما عم بيلاقوا لهم موظفين او ما عندهم البادجت او الميزانية لحتى يوظفوهم. ايضا هيدي الاي ار اس مؤسسة الدولة 42% 42% من الماشينز، من الماشينات اللي هن بيستخدموها لحتى يخلصوا هيدي المعاملات broken، يعني مكسرة خربانة ما بتشتغل، يعني او it's not working، او البرينترز والبرينترز ما فيهنش انك، ما عندنش حبر، او ما فيش بيبرز، وزير سيرفيس كونتراكتس هاز اكسبايرد. مش مسخره هيدي مصلحه الضرائب؟ اول شيء ما عندنش موظفين، وتاني شيء الماشينات اللي هن بيستعملوهم خربانه، والبرينترز اللي هن بيستعملوهم ما عندهم حبر. شو وين عايشين نحن؟ بعالم ثالث نحن عايشين؟ امر مرفوض جدا. اكيد عم بيعللوا الموضوع بمصلحه الضرائب انه ليكوا يا اخواننا نحن اضطرينا نبعت 3 تشيكات حزمات تحفيزيه، نحن اضطرينا نرجع نعدل موضوع البطاله ونبعت تعديلات للعالم، ونحن اضطرينا نبلش بسيستم جديد للتشايلد تاكس كريدت، فعلينا شغل كثير، ارحمونا. هلا العالم ما بترحمهم صراحه، العالم عم بتروح على الويب سايت تبعهم على irs.gov وير از ماي ريفاند، هيدي التول اللي نحن فرجيناكم عليها كيف فيكم تستخدموها لتعرفوا وين الاسترداد الضريبي تبعكم. كثير عالم عم بيقولوا لما عم نروح لهونيك ما عم بيعطونا معلومات ليش عم بيتاخر الريفاند تبعنا، بس عم بيقولوا لنا انه اتس بروسيسنج، انه عم يتم العمل عليه وليس هناك اي سبب للتاخير. فالعالم عم تضطر انه تدق للاي ار اس على ال 1040 1040. الاي ار اس اسمعوا قديش وصلن اتصالات مصلحه الضرائب خلال العام 2021، 167 مليون اتصال وصلوا للاير اس خلال العام 2021، 4 مرات معدل الاتصالات اللي وصل لمصلحه الضرائب عن عام 2018. عم بيقولوا الاير اس، وهيدي معلومات من عنده مش من عندي،
خلال الثانية كل ثانية كان عم يوصلهم 1500 اتصال. 1500 اتصال بالثانية بالثانية. فأكيد لما عم يوصلهم 1500 اتصال بالثانية معناتها مش كل العالم اللي عم بتدق عم تقدر توصل لحدا بالاير اس. عم بيقولوا بس 9% من الاتصالات كانوا عم بيقدروا يحكوا مع حدا، واللي عم بيدقوا على رقم 1040 3% بس كانوا عم يقدروا يحكوا مع حدا. وعدت الاير اس، بس هيدا رقم كبير كتير صراحه، انه 1500 اتصال بالثانيه. الله اكبر، مين بده يلحق عليهم؟ ما حدا. فالاير اس عم توعد انه هي رح تحاول قد ما فيها انه تخلص بهيدي المعاملات. بس بشكل عام اخواننا معن هن المفروض يعني معن يعني على وقتهم صراحه. في بعض الاشخاص بيقول لك معن من هلا لنهايه شهر ديسمبر، في بعض الاشخاص بيقول لهم معن اكثر. بس حاليا كما ذكرنا لحتى ما نعيد ونكرر، في 35 مليون طلب استرداد ضريبي بعدهم علقانين عند الاير اس عم يشتغلوا عليهم. للاشخاص اللي سالوني عن موضوع الانبلويمنت وبنخلصها بهيدي بشكل سريع جدا، بما يتعلق بالانبلويمنت تاكس ريفاندز، الاشخاص اللي كان عندهم بطاله ب 2020 ولازم يرجع لهم ريفاند، الاير اس عم بتقول انه هلا خلال شهر جولاي لازم تبعت اكثر تشيكات وريفاندز للاشخاص اللي هن كانوا عم ياخذوا بطاله. فان شاء الله رح نتابع هيدي المواضيع. كانت هيدي حلقتنا لليوم. نتشكر كل اللي كان عم بيتابعنا. ان شاء الله رح يكون لنا حلقه غدا نهار الاثنين الساعه 7 مساء بتوقيت ميشيغان مع محامي الهجره سام سيف، والحديث عن اخر المستجدات المتعلقه بالهجره واللجوء والتجنيس. حضروها للحلقه رح تكون مباشره، وفيكم تسالوا اي سؤال عندكم اياه للمحامي. ما تنسوا تعملوا شير لهذا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وفولو لصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستغرام وتويتر تيك توك، تفعيل جرس التنبيه turn on notification، وايضا انضمام لنا على جروباتنا على الواتساب. الى ان نلقاكم في حلقات مقبله، كان معكم حسين هاشم من قناه الاخبار. الى اللقاء وتصبحون على الف خير.